ده، لكن اهم الحقيقه حاجه اتكلمنا فيها النهارده هي اسعار التذاكر ومكالمه العميد محمد مرجان وهو بيتكلم عن ان الامن. الحقيقه انا بشكر جدا جدا مجلس الاداره والامن. الحقيقه كان هناك 10,000 متفرج فقط، ولكن وصلنا الحمد لله ل 15,000، وبعض من الدعوات بالتنسيق مع الامن مع اعضاء الجمعيه العموميه مع ايضا بعض من اكاديميات النادي الاهلي اللي موجوده في اسكندريه، وبالتالي قد يصل العدد لاكثر من 15، ولكن طبعا بالتنسيق مع الامن. فكل الشكر الحقيقه، وزي ما سمعتم من العميد محمد مرجان، يا جماعه من فضل حضراتكم انتم الاساس في كل شيء، انتم اللي بتكسبونا كل شيء، فكل اللي عايزينه من حضراتكم التشجيع المثالي للنادي الاهلي. التشجيع المثالي للنادي الاهلي، محدش يروح كده ولا حد يروح كده، احنا عايزين نشجع النادي الاهلي، عايزين نتبسط بالنادي الاهلي، عايزين نتبسط بفريقنا، عايزين نشد من ازر ال 11 لعيب اللي موجودين، مش عايزين ندخل نفسنا ويل احنا مش عايزينها. احنا مش عايزينها ولا حضراتكم، احنا عايزين نشوف حضراتكم الماتش اللي جاي 15,000، الماتش ده الماتش اللي جاي ممكن جدا جدا نلاقيهم 20 25، الماتش اللي بعده ممكن نلاقيهم 50. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين الاستاد يبقى مملي على اخره بجمهور النادي الاهلي. عايزين الاستاد يبقى مملي على اخره بجمهور النادي الاهلي، فمن فضل حضراتكم، وده هتلاقوني بقوله كل يوم الفتره اللي جايه، كل ما هطلع لغايه يوم السبت هتلاقوني بقول لكم الكلام ده، من فضلكم التشجيع المثالي للنادي الاهلي ولاسم النادي الاهلي وللعيبه النادي الاهلي. لان حضرتك كجمهور بتمثل النادي الاهلي، اي حد بقى هيندس في النص كده ولا كده، انتوا عارفين كويس قوي ازاي تلفظوه او تبعدوه بره المجموعه اللي موجوده او مجموعه الجماهير المحترمه اللي موجوده. كل الامنيات طيبه بمباراه تليق باسم النادي الاهلي الاول، 11 لاعب هيكونوا متواجدين في هذه المباراه وسبعه احتياطيين. زي ما قلت لكم انباء عن عوده محمد الشناوي، قلت لكم امبارح او اول امبارح في مفاجاه قد تحدث خلال هذه الايام، محمد الشناوي ممكن جدا يكون متواجد في المباراه القادمه، وان شاء الله يكون متواجد وان شاء الله يكون على قد المسؤولية، وهو دائما على قد المسؤولية. كل التوفيق للنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم. طيب